هذه التغطية المستمرة لتطورات الأوضاع في لبنان. نستقبل الآن عبر الهاتف اللواء محمد خير، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة. اللواء محمد خير، أهلا بك معنا. إذا كما ذكرنا، الأعداد، أعداد الشهداء غير مسبوق تقريبا منذ 2006، حتى يقال بأن بحسب المعلومات والأرقام أن العدد نسبيا يتجاوز عدد الشهداء الذين سقطوا في 2006، عدد كبير أيضا حتى اللحظة من المصابين. كيف تتعاملون مع هذه التطورات؟ يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بتكون يعني المرة الأخيرة اللي بيصير هيك أحداث عندنا بلبنان. مع الأسف الشديد، يعني مع الأسف الشديد بكل صراحة، أنه المنظمات الدولية والعالمية اللي بدك إياها أو الإنسانية والخيرية حتى كمان، إذا ما هتوقف مع الدولة اللبنانية ومع الشعب اللبناني، نحن بنمثل الحجة لهذه الوقفة اللي هي بتمثل العدل وحقوق الإنسان. على كل حال، نحن اللي الدولة اللبنانية برعاية دولة الرئيس مشرف الوزراء كلهم متضامنين، وعم نحاول نأمن كل شيء بيحتاجه المواطن ضمن الإمكانيات اللي نحن معنا إياها المعتادين عليها. ان شاء الله ما تكرر هذه الاحداث، بس المهم المواطن اليوم اكيد في نزوح كبير، ما فينا نخبيه، واضح على الاعلام، ان كان ببيروت او ان كان من الجنوب. في مراكز، في خطه عملتها الدوله، وفي رئيس الطوارئ الوزير ياسين كمان عم بيتواصل بهذا الامور، وعم نمسك بعضنا كادارات دوله، عم نحاول قد ما فينا المواطنين هن تم نزوحهم على كافه المناطق اللبنانيه، نوقف الى جانبهم ونأمن جهاز، أهم شيء هو المواطن اللي بيحتاجه بس ينزح لأولاده ولعائلته، هو جهاز المنامة وجهاز الغذائي وجهاز الأدوية. هل تم تأمين كل هذا للنازحين حتى اللحظة؟ الأعداد كبيرة من النازحين من الجنوب ومن القطاع الأوسط أيضا. بكل صراحة أكيد في ضغط علينا كبير، بس عم نحاول هلأ نحن نمتص الصدمة الأولى، ولحديث هلأ الحمد لله الشعب اللبناني متضامن مع بعضه. نتمنى بس الدول العربية وكل اللي عنده منظمات دولية أو كل اللي قادر رجال أعمال يتواجدوا معنا أو يتعاملوا معنا أو ينسقوا معنا أو يحبوا يساعدوا، نحن مستعدين بشفافية وبمراقبة من كل اللي بده مين حابب يشوف كيف عم يتوزع. تواصلتم مع جهات خارجية من أجل المساعدة؟ في طبيعي دولة الرئيس تواصل، وحتى نحن عم نتواصل مع السفراء، بس نتمنى تكون النتيجة إيجابية. هل هناك تجاوب حتى اللحظة؟ والله يعني إن شاء الله، ما لأنه نحن صراحة ما فينا إلا نكون إلا متفائلين. نحن لو عايزين نكون متفائل، ما فيك تشترطي على المتبرع، بس نتمنى إنه المتبرع يكون عنده شوية حساسية، شوية شفافية، أو شوية عاطفة إذا بدك. لهالناس ولهالشعب اللي هو عم يتحمل مأساة المنطقة الإقليمية كلها، هو عم يتحمل الشعب اللبناني. هل لديكم حصر لأعداد النازحين؟ وإلى أين توجهوا تحديدا؟ في اللي بيكون قريب على البقاع الغربي عم ينزح على البقاع الغربي، اللي بيكون قريب على منطقة الإقليم خروب أو إقليم صوب شحيم وصوب المنطقة الثانية كمان عم يتوجهوا، يعني كل واحد عم يحاول يتوجه على المنطقه اللي هي اكثر امنا بكل صراحه. وببيروت حتى يكون تبون ضحي عم ينتقلوا من منطقه لمنطقه ضمن بيروت. واكيد وصلوا، في ناس وصلوا على على الشمال، بيصيروا اعداد باعداد بعد مقبوله. طيب ما الابواب التي فتحت لهم؟ مدارس، مستشفيات، مراكز للايواء، ماذا تحديدا؟ أكيد المدارس من الخطة اللي عملناها، في بكل محافظة موجود حسب إمكانية النزوح اللي هيتم، في كذا بكل محافظة أقل شيء في شيء 5-6 مراكز، في مدارس أكيد، في مباني حكومية اللي ما عم تستعمل، في أماكن هي تابعة للدولة يعني معمل خيام. كل هذه الامور عم نحاول نساعدها يعني ونكون جاهز، عم نحاول قد ما فينا يعني، بس اكيد بحاجه ماسه لكل شيء. نعم، طيب شكرا جزيلا لك اللواء محمد خير، الامين العام للهيئه العليا للاغاثه، كنت معنا من